36 وصول، 36 وصول. ايه اللي حصل؟ مفيش ده ايه؟ استنى يا عم انت. معقول شريف في حد في الدنيا يعمل كده؟ امال كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ولا تعمل اي حاجه يعني؟ كان هيبقى كويس لو جرى لها حاجه. الله، ما حصلش حاجه يا ابني. رحت لقيتها سليمه وزي الفل وبتلعب، يبقى خلاص بقى تلم الدور كده وتخليك شاب لطيف. لكن ازاي؟ لازم طبعا تشد عليها وتسمعها كلمتين، تلاقي كان في ثلاثه اربعه واقفين شافوها وهي بتتهزق. ثلاثه اربعه يا ام فتحي؟ ده الملاك كلها كانت بتتفرج كمان. والله انت مفتري يا اخي، عايز تهزقها قدام الناس كلها ومش عايزها تزعل. والله حصل بقى ما حصل بقى. والله انت ما عندك دم. انت رايح فين؟ الحقها قبل ما تنام. اقعد بس اقعد، نبقى نصالحها بكره. اه يا عم التقيل انت الرحمه، مش كده؟ اقول لك خليك انت قاعد. مين؟ انا فتحي يا فندم. يا ترى حضرتك صحي ولا نايمه؟ انا صاحي يا كابتن. كابتن انا بس كنت عايزك في كلمه واحده كده. اه انا نازله لك. بالنسبه لروهان، حضرتك بالنسبه لنا مجرد شغل وبس، وشريف اختاروا لي المهمه دي لانه ظابط كفء، ظابط زي ما الكتاب ما بيقول يعني. وهو الحقيقه اتصرف معاكي بشكل مثالي جدا، او بمعنى اصح انت بالنسبه له الهدف المرغوب تامينه. اوكي، بس ده حتى ما اعتذرش عن اللي عمله. هو شريف كل اللي كان بيسيطر عليه ساعتها انه يحافظ عليك ويامنك. الراجل كمان عايز يقوم بشغله، عشان كده ما تستنيش منه اي اعتذار، لانه عمره ما هيفكر يعتذر لك، والمفروض كمان انه ما يعتذرش. انا اسف على فكره عشان زعلت لك يعني في الملاهي. انا اسف جدا يا نسان روهان، ولا اكنك سمعتي مني اي حاجه خالص. عارفه الواحد بالليل ساعات بيقول كلام غريب كده. وعلشان اكد لك اسفي، في مفاجاه علشانك. انا اخدت اذن من الاداره انك تكلمي عمي سيادتك. الو الو. ايوه يا عمي. ايوه يا عمي، ازيك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ هو ايه اللي بيحصل؟ خير؟ خير ان شاء الله، بس مش هقدر اكلمك كتير دلوقتي. الناس اللي عندك دول امن عليكي مني في الوقت الحالي. اسمعي كلامهم. حاضر، بس انت طمني عليك. لا انا كويس، ما تقلقيش، وحابب اتصل بيكي بعدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. على فكره من بكره كمان الصبح هيكون في نظام جديد خالص للحراسه، مش هيحس سيادتك باي خناقه. ميرسي. معلش سيادتك، لو عايزه سيادتك تتصلي بحد تاني او حاجه. لا ميرسي جدا سيادتك. لو محتاجه اي، لو اي محتاجه حاجه حتى في المرور، حتى اي حاجه سيادتك لو عايزه. ميرسي ميرسي، بس انا فعلا كنت محتاجه اكلم عمي. ما انا حسيت ان سيادتك نفسك تكلمي. تعالى لموني يا عاطف بعد اذنك. يا عاطف، اثنين بس. شوف، روح شوف ال اثنين. يا عاطف، واحد بس يا عاطف. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله انا كويسه. المهم انت قولي لي، ما كلمتنيش من امبارح، تحكي لي. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش حاجه. يا سلام. طب عيني في عينك كده. طب باي بقى. انت مش هتغيري؟ لا، بس هروح مشوار صغير كده وجاي على طول. طيب اوكي. احمد، علي روبك فوق. انت علي، استنى بره. لو سمحتي حضرتك بالظبط. فندم، كنت اسال بس على الاجراءات علشان عين حراسه زي نور. نعم. طب هوضح لحضرتك بس، هو حضرتك يعني فاضي الفتره اللي جايه؟ عايزه حراسه زي نور. بص، خش المسابقه 0800 0800 وهم هيشوفوا.
شريف باشا. اهلا وسهلا. اسعد بيه. اهلا وسهلا. منور الدنيا كلها. نور سيادتك. اهلا وسهلا. ما تفضل. ارجو ان ما اكلش ازعجتك. لا خالص اتفضل. شكرا شكرا. يا باشا اهلا بيك. انا كنت مستنيك والله يا باشا. خير يا فندم؟ خير طبعا. لا ابدا، عشان سوء التفاهم والقصه اللي حصلت بيننا دي. انا كنت اتمنى يا فندم ان ما يحصلش ده في اول مقابله بيننا ومن بعض، بس انا عصبي شويه، يعني ساعات ما بعرفش اتحكم في اعصابي. حصل خير يا سعد بيه. حضرتك اللي خبطتيني. هو اللي حطيتي عليكي؟ انت اللي ماشي واخده في وشك كده ولا كان في حد قدامك؟ جرايه يا بنت، هو انا مش قد المقام ولا مش عاجباكي؟ في ايه حضرتك؟ هقول لك انا بقى. على فكره يا شريف بيه، انا كل اصدقائي تقريبا معظمهم من عندكم، من الداخليه، لواءات ورتب كبيره. انا ما رضيتش اقول لهم على اللي حصل بينا، لاني بصراحه فكرت لقيت الموضوع ما يستاهلش كل اللي حصل. ايوه والله كده. لا 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 لا، انت رايح شريف بيه؟ انت رايح فين؟ انت سايبه نفسك بقى ولا حدك ولا مش لاقي حد ينام؟ ايه حضرتك؟ ايه وقت في مشكله ولا ايه؟ ايه يا حيوان؟ البيت فردق لها عليا ومش لاقي حد يلمها. يعني ايه؟ احنا اللي مالي. طبعا انت هتقولي كل حاجه مش كده؟ ولو محضرك جاهز اعتبرني مضيت عليه ساعتك. اتفضل يا سيادتك. اما صحيح راجل غبي، هو في حد بيأجر بلطجيه اليومين دول؟ ده موضوع بطل من زمان. هو اساسا الراجل ده متخلف، قبل كده اتخانق مع مدرب السباحه قال ايه عشان زعق لابنه، بس بصراحه لولا الناس اللي معاها كانت نور اتبهدلت. ايوه، ايه بقى موضوع الناس اللي معاها دول؟ دول حراسات خاصه. ايوه ما انا عرفت، بس ليه؟ لا بص، انا مش هينفع اقول لك اكتر من كده، اصل دول محلفين. وبعدين ده انت ممكن تفضح الدنيا وتنشر الموضوع في الجورنال اللي بتشتغل فيه، وبعدين ترجع تسالني عن قصه حياتي، وانا اللي يسالني عن قصه حياتي لازم يتجوزني. لا 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 لا، جواز ايه؟ احنا هنتفق اتفاق، انا هتكلم ولو صح انت ما تعترضيش. نور بنت البشوات محددين اقامتها. ماشي، مترشحه لمنصب مهم؟ ايه وزيره يعني؟ مش في مصر. امال في ايه؟ منصب ايه يعني؟ حاجه كده في الامم المتحده. اليونسكو. بس صغيره على كلامي، بس برضه بره ما بيهتموش غير بالكفاءه. انا متشكر جدا يا شاهد، ما تخافيش ولا اكني قلت حاجه خالص. الجبان هرب بعد ما اخد مني كل اللي عايزه. راجل اهبل قاعد يجر معايا نايم عشان ما اشكش فيه، بس انا قريته والعيال كمان ما استحملوش، بقوا في 8 ثواني. برضه عيال فاهمه يا شريف، قال لك امن الدوله وفيها امر اعتقال وشغلانه، ما حبوش يلفوا ويدوروا. شريف باشا. نعم. نورهان هانم عاوزه ساعدتك جوه. عايزاني ليه؟ للاسف ما قالتليش. عاطف فوق امر سعادتك. للاسف يا عاطف، انت بتدور مكتب بكره الصبح. او عمرك صراحه. الله، ما تقوم يا جدع انت، مالك في ايه؟
تمام سيادتك، احنا جاهزين بره. لا انا اقصد يعني من غير القوة والناس اللي معانا. سيادتك ممكن انت كفاية؟ ممكن لو سيادتك مصرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتنين بس يا فندم؟ اتنين بس. هو المطبخ منين؟ نعم يا فندم. المطبخ هناك يا فندم. ليه مخرج على بره؟ ايوه يا فندم. طب احنا ممكن نقعد على الترابيزه اللي قدام. طب اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا سيدي. الترابيزه دي هو كده احسن. انا كده كشف المطعم كله، الواي وات وراكي والطريق داخله، يعني امنين كده قبل الوضع. اوكي. هو انتوا مسموح لكم تخرجوا مع الهدف المرغوب تامينه؟ المفروض نكون معاه في كل حته سيادتك. وكلهم يبقوا مشابهين زي حالاتي كده؟ يعني كم واحده يعني؟ كم واحده؟ ست؟ لا طبعا، اقصد يعني كم حاله؟ يعني تقريبا مش فاكر. وكنت بتخرج معاهم طبعا؟ طبعا، زي ما خرجت معاكي كده بالظبط سيادتك. والله؟ طب كويس الحمد لله. اصل شغلتنا دي سيادتك ساعات الواحد بيضطر يعمل حاجات كتيره جدا مش على مزاجه. هو انت جاي معايا غصب عنك؟ لا سيادتك، انا بتكلم على الحالات التانيه. اشوف سيادتك هتطلبي عندهم هنا يا متر. عموما لما يبقى الواحد ابوه ظابط زي والدي الله يرحمه بيبقى سهل ان يجيله تعيين في حته مريحه. بس انا حبيت الحراسات لانها فعلا شغله مهمه جدا. يا هو انت بتحب شغلك للدرجه دي؟ طبعا. ليه اصلك ما اتكلمتش عن اي حاجه تانية غير الشغل؟ تقريبا كده سيادتك. يعني تقريبا كل وقتك في الشغل. يعني لو بتحب ولا مرتبط ولا خاطب هتهتم بيها ازاي؟ هو انت مرتبط؟ هو بالنسبه لموضوع الارتباط سيادتك، انا اصلا سوي. يا حبيبتي، يا حبيبتي، الحمد لله لا هتأخر. لا لا لا، ما فوت خيط ايه فتح ايه، بس انا عندي سهر النهارده. المره الجايه بقى. طيب ماشي، محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. مين دي؟ دي والدتي. والدتك بجد؟ والله العظيم. عامله لك ملوخية؟ بس هترميها. تعملها حلو؟ شوف سيادتك، احسن ملوخية ممكن تاكلها في حياتك. خسارة، احنا كلنا كتير قوي، مش هينفع ملوخية او كده. هيبقى صعب. ماما زمان كانت بتقولي مثل شعبي اللي هو وجع البطن ولا كبد الطبيخ. سيادتك هو ده المثل، بس ينفع من غير سيادتك؟ ينفع من غير سيادتك. يلا بينا. متر كلي يا حبيبتي كلي. بقى انت قاعده في القصر ده كله لوحدك؟ بابا كان اكبر اخواته، وعمي بقى له 10 سنين في لندن، اما عمتي فتعيش انت. وماما كان اصلها لبنانيه وملهاش اخوات. يعني انت عايشه هنا لوحدك من غير قرايب؟ يعني ماما. ايه؟ على رايك يا ابني بلاش نعكنن عليها، نغير الموضوع احسن. الله ينور عليك. شريف بقاله اسبوع ملوش سيره غيرك، راحت فين؟ جت منين؟ بتحب ايه؟ ذوقها ايه؟ ما شاء الله حفظك خالص. ماما عكتني عليها احسن. هي دي العيلة؟ ما هو زمان كانوا بيحبوا يتصوروا كلهم مع بعض. اتفضل. تقريبا كان عايزين يحسوا ان هم عزوه. انا برضو عندي صوره للعيله، بس الواضح ان هم بيعملوها علشان يعرفوا كم واحد انقرض. ما فكرتيش تقدري القصر وتاخدي بداله شقه صغيره كده تعيش فيها على قدك؟
القصر ده بالنسبة لي كل حاجة، لو سبته هبقى خلاص هحس ان انا من غير حد، من غير تاريخ، من غير ذكريات. الذكريات طبعا مهمة. كنت قريت في الملف انك كنت مخطوب مش كده؟ لا دي كانت حكاية من فترة، هو كان فاكر اني عشان قاعدة في قصر وتبقى الحكاية متريشة، بس لما عرف ان انا ما حلتيش غير رأيه. رز بلبن بقى قبل ام علي. يا خبر ابيض يا طنطا، كده الرجيم هيبوظ. انت مصدقه الكلام ده؟ دي اشاعات، دي حاجه تسند القلب وتقويه، ولا انت عيني زي شريف غاوي اكل الشارع يعني؟ انت بتعرفيش تطبخي ولا ايه؟ لا طبعا يا طنطا بعرف اطبخ. شريف ما هي كويسه اهي وبتعرف تطبخ. يلا خلص بقى يا حبيبي. يا ماما الكلام ده مش وقته، يا ماما مش وقته. احسن برضه خليها بعد ام علي. بعدين يا ماما، بعدين بعدين يا حبيبتي. تيجي في البلكونه؟ اتفضلي. ايه ده كله؟ هو انت مطل؟ احنا بنتمرن على كل حاجه تقريبا. بس ليه القلق ده كله؟ الغلطه عندنا بجون على طول، يبقى لازم نبقى جاهزين على طول. صحيح، انت ضربت العيال بتوع النادي ازاي؟ كنت عايز اتضرب ولا ايه؟ لا لا لا، بس يعني اصلهم كانوا جامدين قوي. عادي. هي دي خطيبتك؟ لا 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 لا، انا مش خاطب ولا مرتبط على فكره، دي كانت جارتنا ودلوقتي متجوزه ومخلفه. شكرا يعني. طب انا عايز اعترف لك بحاجه، ممكن؟ طبعا، قوي قوي. اتفضلي. فاكر العسكري اللي انت هزقته المره اللي فاتت؟ العسكري اللي انا هزقته المره اللي فاتت؟ اللي كان رايح الحمام ده. ماله؟ راح فين؟ اجزت يومين، مراته بتولد فقلت يروح يقعد معايا. الحمد لله، اصلي افتكرتك رفضته. رفضته؟ اصل انا يوم بصراحه يعني يوم ما خرجت اجري وانت هزقته انا فضلت مستنيه لحد ما دخل الحمام وبعدين خرجت من وراه، بس بصراحه انا اتضايقت قوي لما انت زعقت له. كنت فاكراني رفضته؟ ده على اساس ان انا شيخ الغفر يا ده، موظف في الداخليه. ايه ده، هو انت مش جامد في الداخليه؟ جامد طبعا، بس مش الوزير يعني. بقول لك ايه؟ ايوه. هو انا ممكن اتعلم حكايه الضرب دي؟ ممكن طبعا. اصلي كنت بفكر بعد ما الحكايه تخلص هو كده انتوا هتمشوا صح؟ يعني هرجع اعيش لوحدي تاني؟ لا مش هينفع تعيش لوحدك، شوفي شركه حراسه او بواب يقعد لك الباب. ان شاء الله. اظن ام علي وجبت بقى. لا كده مش هينفع يا طنط. طب خلاص، يبقى شويه ساندوتشات مع شاي بلبن في السريع. معلش اصلها بتحب تغذيني يعني.